تعيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن بلادي 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 حماك الإله شرور الزمان أقسمنا أن نبني نعمل نعمل نخلص نعمل نخلص مهما عشنا نخلص نخلص دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا رمز العروبة كلنا نفديك بالدماء نرويك نفديك بالأرواح يا وطن. أقسمنا أن نبني نعمل نخلص بهذا القسم وهذا الولاء وهذا العهد نفتتح حفلنا لليوم حفل جائزة ألف للتعليم مستلهمين فيه رؤية قيادتنا الرشيدة للخمسين عام المقبلة. معالي جميل المهيري وزير الدولة لشؤون التعليم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، يسرنا تواجدكم معنا اليوم في الحفل السنوي لجائزة ألف للتعليم في دورته الثانية. هذا الحفل التكريمي المتميز الذي نكرم فيه رواد التعليم الرقمي في دولة الإمارات من الطلاب، أولياء أمورهم، المعلمين وقادة المدرسة. حياكم. ويبلغ إجمالي الجوائز المعطاة في هذه الجائزة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي أكثر من 1,000,000 درهم، سيتم توزيعها على أكثر من 70 فائز وفائزة. حفل بهيج وتكريم مستحق على جهودكم الاستثنائية ونجاحاتكم في دعم التعلم الرقمي من كل مكان. نبقى الآن مع كلمة الافتتاح يلقيها الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم السيد جفري ألفونسو. فليتفضل. السلام عليكم. حياكم الله. Your Excellency Jamila Muhiri, Minister of State and General Education, Chairwoman of the Emirates School Establishment, and dear honored guests, a very good afternoon to all of you. I am proud to be speaking to all of you today to welcome you to the Alif Education Awards at Expo 2020 Dubai. Thank you for joining us this afternoon as we acknowledge excellence in implementing the Alif platform across schools in the United Arab Emirates. Since 2017, Alif Education has been working with local education authorities to support digital transformation across the UAE education sector and for our future leaders using innovative tools to help drive better learning outcomes. Today, we are proud to be working with all Cycle 2 and Cycle 3 schools across the United Arab Emirates. And with all of your support, we are making an impact not only here in the UAE, but across 3 international markets. The second edition of the Alif Education Awards is taking place at a momentous time as it coincides with the UAE's Golden Jubilee. As the UAE visionary leaders laid a foundation and roadmap for the next 50 years, Alif Education is pleased to recognize the champions of our local community that have excelled in digital education delivered through the Alif program. We hope that over time, we will continue to learn, innovate, and together build a world-class education system that will set the bar for the future of education. Thank you again for joining us today. I welcome you to celebrate these talented, outstanding teachers, school administrators, students, and parents
from all across the United Arab Emirates. A heartfelt congratulations to all of our winners. Thank you. إذن كما قال السيد جيفري ألفونسو، استشراف مستقبل التعليم بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات هو مستقبل التعليم. نبقى الآن مع كلمة فريق العمل. فريق عمل أمضى ساعات عمل مضنية واصل فيها الليلة بالنهار حتى تخرج لنا هذه الجائزة بأبهى حلة. اسمحوا لي أن أدعو إلى المسرح الدكتورة عائشة اليماحي، مستشار مجلس إدارة ألف للتعليم، فلتتفضل. معالي جميلة المهيري، وزير الدولة للتعليم العام ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، معالي المعالي السعادة الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذا الحدث المميز لتحقيق هدف كنا وما زلنا نصبو إليه، هدفاً يحمل في طياته الشكر وعظيم الامتنان لشركائنا في المنظومة التعليمية. فمن هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، حيث تتواصل العقول لتصنع مستقبلاً أفضل للبشرية، يسعدنا ويشرفنا إطلاق جائزة ألف للتعليم بموسمها الثاني، والتي تعد الجائزة الأولى من نوعها لتكريم المتميزين في منظومة التعلم الرقمي. إننا اليوم أمام أمثلة رائعة ونخبة من الطلبة والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور وشخصيات فاعلة في المجتمع، أمام نماذج مشرفة عملت بجهد وتفان لإثبات أن لا مستحيل مع الإرادة والعمل الجاد تحقيقاً لرؤى قيادتنا الرشيدة بشعارها لا شيء مستحيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وأود أن أنتهز الفرصة لتهنئة جميع الفائزين ولشكر كل المتقدمين للجائزة، سواء الحاصلين على الجائزة أو الذين لم تحالفهم فرصة الحصول عليها. مشاركتكم في حد ذاتها دليل لسعيكم ومثابرتكم. وفي الختام اسمحوا لي أن أشارك معكم هذا الفيديو المختصر والذي يتضمن نبذة عن جائزة ألف للتعليم، رؤيتها وأهدافها وإنجازاتها. شكراً جزيلاً للحضور الكريم، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح. في الخمسين الماضية كانت صناعة الفرص من الصحراء معانقة الفضاء، والتسامح بين البشرية جمعاء أهداف وصفت بالمستحيل، لكن الإمارات حققتها وغيرت معنى المستحيل، وهذا هو الإلهام الذي تجسده جائزة ألف للتعليم للعالم. من هنا انطلقت فكرة جائزة ألف للتعليم عام 2019-2020 لتكريم وتشجيع كافة أطياف المنظومة التعليمية. هدف الجائزة هو تحفيز قيادات المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور على التميز والابتكار في التعلم الرقمي من خلال منصة ألف للتعليم. لأن التميز عنواننا والاستدامة غايتنا، ولأن نجاح عملية التعليم والتعلم من أولوياتنا، تنطلق جائزة ألف للتعليم في كل عام أكاديمي بحلة جديدة وأفكار استباقية لتكريم أفراد المنظومة التعليمية والاحتفال بإنجازاتهم. تمر جائزة ألف للتعليم بأربع مراحل أساسية، هي الانطلاقة، التسجيل، تدقيق وتحليل بيانات المشاركين وإعلان النتائج. وخلال هذه المراحل
يقوم فريق العمل بضمان جودة الأداء واتخاذ القرارات المناسبة. جائزة ألف للتعليم هي جائزة رقمية، فقد تم أتمتت جميع عملياتها ابتداء من التسجيل عبر موقع الجائزة الإلكتروني، ثم تدقيق بيانات المرشحين وتحليلها اعتمادا على قاعدة بيانات منصة ألف للتعليم، وتنتهي الجائزة باعتماد قائمة الفائزين الذين حققوا معايير الجائزة. تميزكم سر نجاحنا، فأنتم فخر الوطن ومستقبل الأجيال. جائزة ألف للتعليم تحتفي بكم وبإنجازاتكم، ومع إعلان نتائج الموسم الثاني نعلن أن الفرص ما زالت متاحة من خلال انطلاق الموسم الثالث لجائزة ألف للتعليم، فانتظرونا. التعليم عصب الحياة، واستمراره يعني استمرارها. لطالما كانت رسالتنا في ألف للتعليم هي تيسير وتسهيل واستدامة عملية التعليم والتعلم لكل الطلبة حول العالم مهما كانت الظروف. وقمنا هذا العام باستحداث فئة جديدة للشخصيات المؤثرة إيجاباً في وسائل التواصل الاجتماعي لأهمية دورهم في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. ولذلك جائزة ألف للتعليم بدأت من الإمارات وستتسع لتشمل دول أخرى حول العالم تطبق منصة ألف للتعليم، فرؤيتنا هي إيصال نور العلم إلى كل متعلم في العالم. كما قالت الدكتورة عائشة اليماحي، التعليم هو عصب الحياة. جائزة ألف للتعليم هي الأولى من نوعها في منظومة التعلم الرقمي. اهتمامنا وتركيزنا ورؤيتنا الاستباقية هي جوهر نجاحنا وأساس ترسيخ مكانتنا محلياً وعالمياً. فألف للتعليم تقدم منصة تعليمية برؤية وتصميم يمكنان المستخدمين من تحقيق أقصى إمكاناتهم. نعم رشا، كما ذكرتي، نحرص في ألف للتعليم على حيازة قصب السبق دائماً في الابتكار في مجال التعليم. وبرهنة لهذه الرؤية وتجسيداً بشكل فني لها، نستمع الآن مع عرض غنائي من غناء وكلمات وألحان الفنان الإماراتي عبد الله الشحي، فليتفضل. Good luck. البداية ألف لديها غاية ستمضي للنهاية ولن تقف ألف ألف عزيمة إرادة شعارنا الريادة ونمضي خلف قادة إلى القمم ألف 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 نبني ونبتكر آفاقنا السماء حدودنا الفضاء هناك نفتخر ألف ألف نبني ونبتكر آفاقنا السماء حدودنا الفضاء هناك نفتخر نتعلم نسأل لا نتوقف عن غايتنا نحن ألف من نبع معارفنا ننهل ألف ألف كي نصنع مجتمعا أفضل ألف ألف مركزنا في العلم الأول يلهمنا عزم قيادتنا ألف ألف نبني ونبتكر آفاقنا السماء حدودنا الفضاء
مشاعل نور وضياء ونصفق بأيادي ألف ألف أنت منار العلم بلادي نبراس الكون الوضاء عزيمة إرادة شعارنا الريادة نعم هي ألف وراء كل إنجاز قصة فما هي قصص نجاح المشاركين في جائزة ألف للتعليم؟ نترككم مع هذا الفيديو الذي يحكي فيه الطلاب ماذا سيفعلون إذا فازوا بهذه الجائزة وماذا سيفعلون إن لم يفوزوا كذلك التعلم الابتكاري الإنجاز والابتكار اللغة العربية نقلة تكنولوجية معرفية التفوق تعلم ذاتي منصة هي جدا رائعة النجاح الإنجاز والإبداع مكانة استثنائية الإبداع معرفة المهارات وتنميتها النجاح الوصول للقمة انفجار معرفي تطور الدراسة وتطور من منصة ألف أرى منصة ألف أنها ستكون منصة عالمية مستقبل بلا حدود الازدهار المعرفي رحلة سعود سيتابعها العالم بإعجاب حلم يتحقق بقيادة رشيدة محفزة معادلة بسيطة التسجيل الاجتهاد النجاح يحفز الطالب على الإنجاز والابتكار محفزة رقمية لا تعتمد على أدلة ورقية تشجيع على التفوق والإبداع عبر التنافس الإيجابي تحفيز المعلمين والطلبة سهلة لجميع الطلاب رقمية من الممكن إن شاء الله أكيد بشارك أكيد بشارك ليش لا؟ بالتأكيد بالتأكيد إن شاء الله نعم سوف يتمالكني الشعور بالإصرار للفوز مرة أخرى بكون فخور في المشاركة بحاول بالسنة القادمة بجتهد أكثر لأفوز في المرات القادمة ما بزعل فرص دائماً متاحة مع منصة ألف للتعليم سأشعر بالفخر بإنجازي وعملي الدؤوب ومشاركتي في هذه المسابقة بالرضا والإصرار على الفوز في المرة القادمة بحس شعور عادي لأن هذا بيكون تحفيز لي أني أشارك وإن شاء الله أفوز لأسرتي ومدرستي لأمي وأبوي ولمدرستي أهدي نجاحي لدولتي الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها دولتي مدرستي عائلتي ومنصة ألف سأهدي نجاحي لأسرتي الحبيبة دولتي والدي مدرستي منصة ألف أهدي نجاحي لعائلتي ومنصة ألف ودولتي في مشوارنا اليوم بذكر لكم سبع خصائص في منصة ألف للتعليم تحسن الصحة النفسية في التعلم الرقمي توفر منصة ألف للطلاب أساليب مبتكرة لفهم الدروس الصعبة وذلك عن طريق تجزئة المحتوى مما يخفف الضغط على الطالب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية لمساعدة المتعلم على اكتساب مهارات وإتقان الدروس بشكل تدريجي التعلم الرقمي من خلال منصة ألف يقلل من التوتر حيث أن المنصة توفر تجربة تعليمية تتناسب مع جميع المستويات وحتى طلبة احتياجات التعلم الخاصة لأي سبب أو ظرف طارئ غبت عن الحصة
راح عليك الدرس، لا تحاتي، يمكنك مراجعة دروسك في أي وقت من خلال منصة ألف. ما كنت مركز في أي من أجزاء الدرس على المنصة ونتيجة التقييم سببت لك توتر؟ لا تقلق، تتيح منصة ألف للطالب إعادة المحاولات عند إتمام التحقق من الفهم خلال مراحل الدرس المختلفة. عدد المحاولات أتيح لك الفرصة لتحسين أداء. منصة ألف توصلك لمرحلة تخليك تعتمد على نفسك من خلال التعلم الذاتي. يساعد تطبيق ألف أولياء الأمور بمتابعة أداء أبنائهم، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية للطالب من خلال التوجيه، التغذية الراجعة اللي يقدمها المعلم للطالب من خلال المنصة، تحفز الطالب خلال المرحلة التعليمية وتوجهه لتحسين أدائه والعمل على الحفاظ على المستوى المتقدم. منصة ألف للتعليم هي أكثر من مجرد أداة تعليمية، هي وسيلة لإعداد الطلاب للانخراط الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة فيه بإيجابية. ألف للتعليم، جودة التعليم. كما شاهدنا في الفيديو، إذا فاتك الدرس، كنت راقد، كان عندك شيء، ألف للتعليم تضمن لك استمرارية عملية التعلم من أي زمان وفي أي مكان. وكما قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، نحن نبني الوطن على أساس العلم والتعلم وبناء الجيل الذي يحمل رايته. نستمع الآن إلى مدلي وطني من أشعار الشيخ زايد بصوت الطالبة نجمة الكور. تتفضل. مشغوب منكم مشغلني يا سلايري يشل عين ما حد أنا غيرك في متحملة كلها
تسعى ألف للتعليم دائماً إلى تقديم رحلة تعليمية مبتكرة تمكن جميع مستخدميها من قيادة رحلة تعلمهم في العالم الرقمي، فتمنحهم فرص النجاح وأسباب الارتقاء. الفائزين والطلاب متحمسين؟ ما أسمع. متحمسين؟ متحمسين؟ أنا ما سمعتكم. متحمسين؟ تمام، الحين الفقرة ما قبل التكريم. لازم نكون متحفزين ومتحمسين ومستعدين للتميز ولما يأتي في الحياة بعد التميز. نبقى الآن مع كلمة تحفيزية لرائد الأعمال الإماراتي خليفة المهيري. فليتفضل. مشكورة. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. معاليك أصحاب السعادة، الجمهور الكريم، طلاب طالبات، سلم عليكم. نشوف الحماس عند الطلاب والطالبات، ونعرف أن هذه الفقرة الأخيرة ما قبل التكريم، لكن اسمحوا لي شوية أرفع حماسكم يعني حبتين شوية أكثر قبل الجائزة، وهذا بيكون إن شاء الله من خلال قصة بسيطة، حكاية بسيطة بشارككم إياها. وأبدأ في البداية بتعريف عن محدثكم. أخوكم خليفة عوض المهيري من إمارة دبي، تخرجت في عام 2015 من الجامعة الأمريكية في دبي، تخصصت في التواصل المرئي. ومثلي مثل أي طالب حديث التخرج لي أهداف، لي طموحات، وبدأت في أخذ مقابلات العمل للحصول على الوظيفة، وكان هذا الأمر المعتاد في وقتها في 2014-2015. لكن في نهاية الأمر قررت أني أتخذ مسار ما بنقول مختلف، ولكن مسار غير اعتيادي بالنسبة لي أنا شخصياً في الدائرة اللي حولي، الأصدقاء، الأهل. ما كان هذا المسار اللي كنت أبغي أسويه مسار اعتيادي، وهو كان أني أدخل هذا البحر، المجال أو الكيان اللي يسمونه ريادة أعمال. وكان الإلهام بالنسبة لي في هذاك الوقت أني كنت أشوف بعض الأمثلة من الشباب ومن الشابات في نفس جيلي في نفس عمري تمكنوا من عمل بعض الأشياء البسيطة في مشاريع، ولاقوا قبول الناس ولاقوا تقدير من الناس وتفاعل. في بعض الأوقات قد يكون الدخل من هذا الشيء ما نقول متساوي إلى الوظيفة في البداية، ولكن إذا هذا الشخص اعتمد على هذا المشروع في البداية فنعم ممكن أن يحصل أو يعتمد عليه كمصدر دخل أساسي. فكانت هذه النقطة اللي أنا اتخذت فيها القرار. لكن كانت عندي مشكلة واحدة فقط، بس مشكلة واحدة رئيسية مش عارف
يعني كيف أتعامل وياها. كانت أنا دارس تواصل مرئي visual communication، وفي نفس الوقت المنظومة التعليمية ما نقول بشكل عام ولكن الأغلب يعني كانت تجهز الطلاب في وقتها، في وقتها وليس الآن، إلى أن أنا يعني أتخرج وأحصل على وظيفة. ما أعرف شنو ريادة أعمال، شو هذا الكيان اللي اسمه ريادة أعمال، شو يعني أني أنا أصلاً أكون رائد أعمال. نعم أنا نعرف بشكل أو مصطلح بسيط رائد أعمال شيء خاصة بالتجارة، يعني أنت عندك مصادر دخل متعددة وما إلى ذلك، لكن ما هي حقاً، كيف أدخل فيها، وكيف أني ممكن أنا أعتمد على هذه الشغلة بشكل كامل يكون مصدر دخلي الأساسي. حصلت عقبها الجواب، كان الجواب بكل اختصار التعليم الذاتي أو التعليم المستقل. في وقتها 2015-2016 لجأت للمنصات اللي موجودة، يوتيوب وغيرها من المنصات اللي كانت موجودة في هذاك الوقت، وقلت أفتح مثلي مثل أي واحد، كيف تفتح مشروع تجاري، كيف تفتح كوفي شوب، وكنت أحصل معلومات ومصادر وكذا، لكن ما كانت موجودة يعني أو ما كانت خاصة لي أنا كشخص مثلا من هذه المنطقة. أوكي تمام، فبدأت بسلسلة بسيطة، كونت لي كورس خاص فيني أتعلم الخطوة الأولى، وكانت كان كل فيديو شارككم هذه المعلومة، كان كل فيديو وكل شيء أقرأ يعطيني خطوة، هاي الخطوة يلا هذا الأساس للمشروع، هاي الخطوة الرخصة التجارية، هذه الخطوة. وكنت إلى أن أصبحت اليوم لله الحمد أسست ست شركات تجارية، منها بكل صراحة أقول لكم فشلت في البداية، منها نجحت، منها تم الاستحواذ عليها، منها صارت فيها الشراكة، وكانت في مجالات مختلفة. يمكن في بداية الصورة لاحظتوا اسم الحساب عندي في إنستغرام، وهذا لأني أنا قررت وأخذت عهد على نفسي أني أشارك الناس الأشياء اللي أنا تعلمتها من هذا الشيء اللي اسمه ريادة أعمال. باختصار ريادة الأعمال بالنسبة لي ولكثيرين من الأشخاص كانت مثل الزجاج العاكس. تخيلوا معايا هذه الآن الشاشة زجاج عاكس بالكامل، وفي باب هني، الجانب هذا من العالم هو الأشياء الاعتيادية، وظيفة تخرج وكذا، ويعني في سيستم يعني يحميك نوعا ما، لكن الجانب الآخر كنا نسمع عن بعض الأمثلة، بعض التجار اللي يعني يو إلى دولة الإمارات وكونوا ثروة ويعني طوروا، لكن ما نعرف شو داخل. فكان الطريق الوحيد إلى الدخول هو من باب التعلم. إذن التعلم لا ينتهي في المدرسة ولا ينتهي في الجامعة، بل يبدأ مرة ثانية وبقوة بعد التخرج من هذا. أنتم اليوم عندكم فرصة أكثر أني، وأنا أقول أنتم كطلاب وطالبات. ليش؟ لأنك أنت اليوم في منصة ألف، وأنا كنت قاعد أحضر لهذه، خذ جولة كاملة في المنصة وأشوف المنصة تعتمد بشكل بسيط، يعني تعتمد على ركائز مختلفة تساعد الطالب أو تمكنه أنه يوصل، منها الذكاء الاصطناعي، الكستمايزيشن، يعني كل شيء يطلع للطالب مع الوقت يتطور. وإذا الطالب قدر أن يتعود على هذا النوع أو الطريقة الرقمية في تلقي المعلومة ومن وين ما كانوا في الوقت اللي يبغيه، فما بالك هذا الطالب شو ممكن ينتج في المستقبل، بيتفوق علي، بيتفوق أكثر مني يمكن بعشر مرات. فخلاصة هذه النقطة أن من التعلم الذاتي أو التعلم المستقل، وهذا ليس فقط للطلاب بل للجميع، لا ينتهي في المدرسة أو الجامعة أو بعد الماجستير ولا الدكتوراه، لا. الفرق الوحيد اللي بيكون عندك بعدين أنك أنت بتتعلم شيء أنت تحبه، وأساليب التعليم متعددة، في حد يحب يقرأ كتاب، في حد يقدر يعني بطريقة رقمية أو يحضر كلاسات. الهدف هو أن إذا أنا قدرت أستفيد من هذه الشغلة أنتم بعد تقدرون تستفيدون. أنا صادف اليوم الظهر تقريباً حضرنا فعالية إطلاق، يعني أشارككم إياها، يمكن هاي شغلة جديدة أطلقتها وزارة الاقتصاد، وألقى فيها كلمة معالي أحمد بالهول وزير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكانوا مطلقين حاجة اسمها، عشان أراويكم أهمية ريادة الأعمال في دولة الإمارات،
حاجة اسمها موطن ريادة الأعمال، تمام؟ وهذا البرنامج أو هذا المشروع يعتمد على ثلاث برامج: أكاديمية لأنك تأسس مشروعك في الإمارات، أكاديمية أنك أنت تتطور في المهارات اللي عندك، وأكاديمية أنك أنت تتوسع. وهذه في للمواطنين والمقيمين والأجانب. إن شاء الله دقيقتين نخلص، أنا عارف الحماس حق الجائزة. لكن هذا الأمر ونهى كلامي في شيء وايد حلو حاب أني أشارككم إياه. قال نحن في دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة نبغي الطالب أو الشخص لما نسأله السؤال المعتاد، شو تبغي تشتغل يوم تكبر؟ قال هذا السؤال نبغي يتطور إلى شو تبغي تأسس يوم تكبر. ريادة الأعمال إخواني عشان نختم كلامنا مجال كبير، مجال واسع، تعطيك القدرة توصلك إلى مهارات حياتية وايد، منها التحدث أمام الجمهور بكل أريحية، منها المفاوضات، منها انتهاز الفرص وخلق فرص عمل، وايد أشياء. لكن مش هذه الفكرة اللي أبغي أوصل لك إياها. الفكرة هي أن التعلم والتعليم حاجة أساسية، وهي الشغلة اللي أنت لازم تعتمد عليها بعد التميز أو بعد حصولك على الجائزة. فالله يوفقكم إن شاء الله، وألف مبروك للطلاب، طالبات، أولياء الأمور، مشرفين والمعلمين على نجاحكم في منظومة التعلم والتعليم. الله يوفقكم إن شاء الله، كل التوفيق. حانت الآن لحظة تتويج إنجازاتكم، اللحظة التي يكلل فيها مجهودكم وتعبكم. يتقدم الآن كل من معالي جميلة المهيري والدكتورة عيشة اليماحي والأستاذ جفري ألفونسو لتكريم الفائزين، فلتتفضلون. مشكورا. نبدأ التكريم بفئة نطاق ألف المتميز. هذه الفئة التي معدل إنجاز الطلبة والمتعلمين في مدارس النطاق عبر المنصة تعتبر المعيار الأساسي لها. ونبدأ مع الفئة الذهبية بمبلغ وقدره 50,000 درهم إماراتي، وحاز عليها نطاق أبو ظبي 4-4، وتتسلمها الأستاذة عائشة محمد الزعابي. الفئة الفضية بمبلغ وقدره 40,000 درهم إماراتي، فاز بها نطاق العين 6-2 نبيل حيدر البلوشي، لم يحضر. ننتقل إلى الفئة البرونزية وهي 30,000 درهم إماراتي، الأستاذ نبيل حيدر البلوشي. الفئة البرونزية وقدرها 30,000 درهم إماراتي، فاز بها نطاق الشارقة 2.4 الأستاذة أمينة خميس العليلي. قائد مدرسة ألف المتميز، وأنجز فيها المدرسة وطلبتهم دروس منصة ألف ومساقات التطوير المهني، وجمعوا أوسمة ونقطاق. الفئة الذهبية
40,000 درهم. الأستاذة شيخة عبد الله القايدي من مدرسة عائشة بنت عثمان، الحلقة الأولى والثانية بنات الشارقة. الفئة الفضية 30,000 درهم من رأس الخيمة مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي بنين، الأستاذة عزة عبيد مباسي. الفئة الفضية 30,000 درهم من العين مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي حلقة ثالثة ذكور، الأستاذ سيف سعيد النيادي. الفئة البرونزية 20,000 درهم من الظفرة مدرسة الابتكار حلقة ثالثة ذكور، الأستاذ أحمد عبد الرحمن القادري. الفئة البرونزية 20,000 درهم من الشارقة مدرسة الثميد الحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي، الأستاذة فاطمة دلموك. ننتقل الآن إلى فئة معلم ألف المتميز، وأهم خصائصها هو استخدام المعلم للمنصة مع طلبته. الفئة الذهبية بمبلغ وقدره 30,000 درهم فازت بها من مدرسة عثمان، من مدرسة عائشة بنت عثمان الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات نورة محمد الإليلي. فئة معلم ألف المتميز الفئة الفضية وقدرها 25,000 درهم فازت بها مدرسة بعيا للتعليم الأساسي ميثا المنصوري. الفئة الفضية 25,000 درهم إماراتي من العين مدرسة بوكرية للتعليم الأساسي والثانوي، الأستاذ غسان أحمد البلاونة. الفئة البرونزية وقدرها 20,000 درهم من رأس الخيمة مدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي، الأستاذ سامي محمد إبراهيم. الفئة البرونزية 20,000 درهم من أبو ظبي مدرسة عائشة بنت أبي بكر، الأستاذة منى أحمد السعدي. طالب ألف المتميز، أنجز الطلبة الفائزون بهذه الفئة دروسهم على منصة ألف وحققوا معدل درجات عام ممتاز وحصلوا على نجوم مكتسبة. في المركز الأول من الصف الخامس بقيمة 10,000 درهم من أبو ظبي الطالب محمد طارق سالم مدرسة عبادة بن الصامت المشتركة للبنين. الصف الخامس المركز الثاني بقيمة 8,000 درهم من العين الظاهرة للتعليم الأساسي والثانوي الطالب سعيد راشد الشبلي. المركز الثالث من الصف الخامس 6,000 درهم من عجمان مدرسة خديجة الحلقة الثانية بنات حمدة يوسف الحمادي. الصف السادس المركز الأول
15,000 درهم، عجمان مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي الحلقة، والثانية بنات آمنة أحمد أبو معاش. الصف السادس المركز الثاني 10,000 درهم، العين مدرسة التميز للتعليم الأساسي حلقة ثانية بنين علي خلفان الشامسي. الصف السادس المركز الثالث 8,000 درهم، من الشارقة مدرسة عائشة بنت عثمان الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات مريم سالم حمدان المزروعي. الصف السابع المركز الأول 15,000 درهم، وفازت بها هند محمد الظاهري من العين مدرسة الهمة للتعليم الأساسي. المركز الثاني 10,000 درهم، وفاز بها من مدرسة ابن الهيثم للتعليم الأساسي في عجمان فاروق نزيه عطوي. الصف السابع المركز الثالث 8,000 درهم، فازت بها من العين من مدرسة مريجب ملاك سلطان الشامسي. ننتقل الآن إلى الصف الثامن المركز الأول من أبو ظبي فاطمة علي العيد السويدان 15,000 درهم. المركز الثاني 10,000 درهم، ذهبت إلى محمد رائد ساعد من الفجيرة مدرسة عاصم بن ثابت. المركز الثالث 8,000 درهم، من رأس الخيمة في مدرسة موسى بن نصير الطالب محمد أحمد آل علي. من الصف التاسع المركز الأول 20,000 درهم، أبو ظبي مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي بنين محمد أحمد العمري. الصف التاسع المركز الثاني بقيمة 15,000 درهم، من العين شخبوط بن سلطان للتعليم الثانوي الطالب عبد الله عيود البلوشي. الصف التاسع المركز الثالث 10,000 درهم، من أبو ظبي مدرسة أم العرب الحلقة الثالثة شهد ناصر المعمري. الصف العاشر المركز الأول 20,000 درهم، من أبو ظبي مدرسة خليفة بن زايد حلقة ثالثة للبنين عمر مصطفى كبولي. الصف العاشر المركز الثاني 15,000 درهم، الظفرة مدرسة الشموخ الطالبة روان صلاح الدين محمد. الصف العاشر المركز الثالث بقيمة 10,000 درهم، من أبو ظبي مدرسة أم العرب الطالبة مها فاضل آل ربيعة. ننتقل إلى الصف الحادي عشر المركز الأول 20,000 درهم، ذهبت إلى مدرسة عبد القادر الجزائري في أبو ظبي الطالب عبد الرحمن راشد الكويتي. المركز الثاني 15,000 درهم، من أبو ظبي مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي عمر طارق ماضي. المركز الثالث
مدرسة مليح للحلقة الثانية والثالثة الطالبة عائشة خالد المعمري. فئة طالب ألف الأكثر تطوراً. تشمل معايير هذه الجائزة معدل الوقت النشط للطالب على المنصة مع المهام التي أنشأها المعلم وقام الطالب بأدائها. نبدأ بالصف الخامس في فئة الطالب الأكثر تطوراً. المركز الأول 8000 درهم، مدرسة مسافي رأس الخيمة، الطالب عبد الله أحمد الدهماني. المركز الثاني 6000 درهم، من الشارقة شيخة علي المزروعي. الصف الخامس المركز الثالث 5000 درهم، من عجمان مدرسة أبو سعيد الخدري، هزاع عادل الكعبي. الصف السادس المركز الأول 12000 درهم، من مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، دبي، الطالب محمد يوسف الهجام. المركز الثاني من الصف السادس للطالبة مهرة سعيد الكندي بقيمة 8000 درهم، مدرسة الشيم، حلقة ثانية وثالثة، بنات في العين. المركز الثالث حمدة محمد بن عمرو من أبو ظبي، مدرسة الوثبة للتعليم الأساسي، حلقة ثانية بقيمة 6000 درهم. الصف السابع المركز الأول فاطمة يوسف خميس المزروعي بقيمة 12000، مدرسة عائشة بنت عثمان في الشارقة. المركز الثاني الطالب عبد الله جاسم البوصميط، مدرسة محمد بن حمد الشرقي، الحلقة الثانية بنين، من الفجيرة، بقيمة 8000 درهم. الصف السابع المركز الثالث فيصل رامي الهريمي من مدرسة الغزالي في أبوظبي بقيمة 6000 درهم. ننتقل إلى الصف الثامن. المركز الأول 12000 درهم، ذهبت إلى القاسم محمد بن عامر من مدرسة الوليد بن عبد الملك. ثمانية آلاف درهم في المركز الثاني، وفازت بها مهرة محمد الإحيائية من مدرسة الجاهلي بالعين. المركز الثالث الصف الثامن 6000 درهم، مدرسة أبو أيوب الأنصاري بالشارقة، الطالب عبد العزيز سعود الزرعوني. ننتقل إلى الصف التاسع. المركز الأول 15000 درهم، من وراشد الزعابي، مدرسة الشفاء في الشارقة. المركز الثاني 10000 درهم، من عجمان، المعهد العلمي للتعليم، الطالب محمد غلوم علي الراشدي. الصف التاسع المركز الثالث 8000 درهم، من الشارقة، مدرسة المحمود، أحمد سعود الزرعوني.
ننتقل إلى الصف العاشر، المركز الأول 15,000 درهم من مدرسة الشهامة بأبو ظبي، وردة علي الشميلي. المركز الثاني 10,000 درهم من العين مدرسة أم كلثوم الطالبة روضة أحمد العلوي. المركز الثالث 8,000 درهم من العين مدرسة السارية للتعليم الأساسي الطالبة مريم نزيه. فئة طالب ألف الأكثر تطوراً الصف الحادي عشر، المركز الأول محمد أحمد القشلان مدرسة خليفة بن زايد للتعليم الثانوي في العين بقيمة 15,000 درهم. المركز الثاني الطالب محمد علي الدالاتي من أبو ظبي مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي بنين بقيمة 10,000 درهم. المركز الثالث الطالب محمد علاء الدين توفيق مدرسة القدرة حلقة ثالثة بنين أبو ظبي بمبلغ 8,000 درهم. فئة طالب ألف ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة وأصحاب الهمم، تفخر ألف للتعليم بأنها تقدم منصة تعليمية تناسب جميع احتياجات الطلبة. المركز الأول، ما في مراكز أولى، كلهم فايزين. الصف الخامس العين حمد عبد الله الشامسي بمبلغ 10,000 درهم من العين، لم يحضر. خالد قيس المسكري من مدرسة سعد بن معاذ للتعليم الأساسي 10,000 درهم، لم يحضر. نورة محمد النعيمي Next. الطالبة براء نادر أبو رحمة ندعو الطلاب المتبقيين وهم الطالب محمد بدر المنذري من مدرسة عبد القادر الجزائري أبو ظبي 10,000 درهم. الطالب هزاع سعيد البلوشي مدرسة زايد الأول العين 10,000 درهم. من الصف الثامن مدرسة الارتقاء للتعليم الأساسي أبو ظبي الطالبة شوق عبد الرحمن النقبي. الطالب بدر مبخوت الكثيري مدرسة العدل العين 10,000 درهم. الطالب عيسى صالح آل عبد السلام من مدرسة الاتحاد أبو ظبي 10,000 درهم. الصف التاسع الفائزة من مدرسة الهمة للتعليم الأساسي 10,000 درهم بتول محمد الإبراهيم. فئة ولي أمر ألف الأكثر تفاعلاً قام بتفعيل استخدامه لتطبيق ولي الأمر المقدم من ألف.
المركز الأول حسناء صالح الخطيب بقيمة 10,000 درهم، مدرسة الشوامخ أبو ظبي، جميعهم فائزين بنفس المبلغ. المركز الثاني براء محمود الحمارنة أبو ظبي، مدرسة الغزالي. عايدة راشد الوهيبي، مدرسة البدع للتعليم الأساسي والثانوي العين. نادي عبد الرحيم محمد حسن، مدرسة عائشة بنت أبي بكر، حلقة ثالثة، أبو ظبي. مدرسة السارية للتعليم الأساسي والثانوي، الأستاذة فاتن أنور محمد إبراهيم، أبو ظبي. نبقى الآن مع آخر فئة، وهي فئة الشخصية الرائدة في المجتمع. بعض معايير هذه الفئة: نشر الوعي حول التعلم الرقمي والابتكار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاز بها بمبلغ وقدره 25,000 درهم من رأس الخيمة السيد أحمد حسن المنصوري. أستاذة جميلة المهيري، دكتورة عيشة، وأستاذ جفري الفونسو. ينتهي هنا التكريم. نشكر لكم جميعا حضوركم لهذا الحفل، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق. ونختم حفلنا بأغنية ستعود من جديد من غناء الطالبة نجمة الكور، فلتتفضل. متى ستعود المدرسة؟ ستعود من جديد ابتسامتي وفرح الأصدقاء، سنكمل بالتأكيد لن يوقفنا عناء. ستعود من جديد ابتسامتي وفرح الأصدقاء، سنكمل بالتأكيد لن يوقفنا عناء. سنمضي إلى أحلامنا بالعزيمة والثبات، أهدافنا ونجاحنا بالدراسة والتفكير، طريقنا ننير. طموحنا كبير لنتعلم الكثير، بالدراسة والتفكير طريقنا ننير. بالإصرار والعمل قادرون على التعلم، بالغدي كل نشكر لكم تواجدكم معنا، وفي أمان الله، مع السلامة.